بالتأكيد. طب كابتن خالد، بالنسبة لمستحقات اللاعبين، وسط أنباء إنه اللاعبين عندهم مشكلة في مستحقاتهم المالية، هل في أزمة في مستحقات لاعبي نادي الزمالك الفترة الحالية؟ خالص مفيش أزمة في مستحقات نادي الزمالك تماما. يمكن علاقة اللاعبين نادي الزمالك مع مجلس الإدارة، مع إدارة الكرة، مع أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم، كابتن إسماعيل يوسف على أحسن ما يرام، دي علاقة يمكن داخل جدران نادي الزمالك، وعلاقة كلها حب واحترام وتقدير، لكن مفيش أزمة ولا أي حاجة.